الله أوقاتكم بكل خير ورحب بكم في لقاء جديد من النيل مباشر ومن على شاشة النيل نتابع. الرئيس السيسي يؤكد أن سياسة مصر تتسم بالاعتدال والتوازن مع الجميع بالداخل والخارج. لكم التحية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب افتتاحه للمرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات أن مصر تقدر دوما علاقتها مع الأشقاء ولا تنسى وقوفهم لجانبها، مشيرا إلى أن سياسة مصر تتسم بالاعتدال والتوازن مع الجميع بالداخل والخارج. نتابع. سياسة مصر دايما سياسة تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل وفي الخارج. وبالتالي أنا عايز أقول إن أنا بتابع مواقع التواصل وبشوف إن ساعات بيبقى فيه يعني حماس زيادة أو حتى مش عايز أقول تجاوزات يعني في الكلام وفي كده. أنا بتكلم على مش بتكلم على موضوعات محلية، أنا بتكلم على موضوعات خاصة بعلاقتنا مع أشقائنا، وده أمر يا جماعة ننتبه ليه كويس. أرجو إن احنا نخلي بالكم، ده بتعكس مدى فهمنا ومدى تقديرنا للعلاقات مع الأشقاء. وبالتالي لما يبقى في موضوع يتم تداوله بدون أساس، بدون أساس يعني إيه؟ يعني ملوش خلفية. احنا بنقعد ونتكلم ونقول يعني امور قد لا تكون لها اساس من الصحه بصراحه. طب ليه؟ طب احنا هنمشي ورا بعض المواقع المغرضه اللي عايزه تعمل فتنه بيننا وبين الاشقاء؟ اقل حاجه نعملها ان احنا نسكت. إنجاز غير مسبوق حققته قلعة سايلو مصر للصناعات الغذائية منذ تدشينها بمدينة السادات في محافظة المنوفية. 9 مصانع عملاقة تغطي ثلث إنتاج مصر من السلع الغذائية المختلفة. سايلو مصر شهدت تفقد السيد الرئيس للمرحلة الثانية منها، حيث اطلع سيادته على أحدث خطوط الإنتاج بمصانع الحلاوة الطحينية والبسكوتات الغاطسة والألبان والمكرونة وغيرهم ومعرض المنتجات للشركة. وخلال حفل الافتتاح أعلن السيد الرئيس استعداد الدولة لطرح مزيد من الشركات للشراكة مع القطاع الخاص. احنا منزلين يا دكتور مصطفى شركتين مش كده للاطروحات، ومستعدين ننزل كل الشركات. وانا قلت الكلام ده من يمكن سنه ونص ولا سنتين، ومش بس كده، وبرضه مستعدين للشراكه. الجهاز هنا مستعد. ليه مستعدين للشراكه؟ لان احنا هو الهدف من الموضوع تحقق يا دكتور مصطفى. احنا بقينا النهارده بنقول عايزين نعمل يعني تغذيه مدرسيه مؤمنه، خلاص اتحققت. كما ناشد السيد الرئيس بالكف عن الحديث في وسائل الإعلام عن الطعام والسلع، مؤكدا توافر كافة السلع بمخزون استراتيجي يتجاوز 6 أشهر. مش عايزين نتكلم في موضوع الأكل ده كتير في التلفزيون. تاني بقولها ما يصحش، تاني بقولها الحاجة موجودة وإحنا شفافين جدا معاكم وصادقين جدا معاكم وبنقول لكم كل حاجة. لما بيقول موسم القمح وموسم الرز وموسم البنجر والقصب، ده معناه ان حتى لو انت شايف النهارده 4.5 شهر للقمح، ده معناه ان الانتاج القادم هيخليك يعني ده بيسلم ده، واحنا محافظين على 6 شهور رغم ان ده بيكلفنا اعباء مليانه. ووجه سيادته وزاره التموين والداخليه والأجهزة المعنية بتشديد الرقابة على الأسعار والسلع بالأسواق. ما حدش يتصور إيه يقولك إحنا بنخش محل نلاقي هنا بـ3 ونغير من المحل ده بـ3.5. صحيح، ده صحيح، بس ده أمر يعني لو أنتوا النهاردة تصورتوا إن إحنا ممكن كدولة، أنا صادق معكم، سواء وزارة التموين أو وزارة الداخلية تقدر تقوم بدور في إنها تعمل تسيطر على ده، ده صعب. لكن إحنا كمواطنين لو لقيت المحل ده غالي ما اشتريش منه. تمام.
ونبقى اديناهم الدرس انك انت بدل بتغلف اسعارك اكتر من غيرك بلاش منها خالص. وفي كلمته أكد اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أن سايلو مصر تصدر منتجاتها لأكثر من 13 دولة عربية وإفريقية فضلا عن التغذية المدرسية ل13 مليون طالب. تم تنفيذ العديد من الإجراءات داخل الشركة بدءا من استكمال هيكلة المصانع لتحسين كفاءة الأداء والفاعلية بما مكنها من الحصول على شهادات القائمة البيضاء والأيزو العالمية والتصنيع المستدام لحوالي 500,000 طن سنويا لمنتجات متنوعة مرورا بتنفيذ العديد من التعاقدات المحلية والعالمية من خلال تصدير منتجات الشركة من المكرونة والبسكويت ل13 دولة عربية وإفريقية انتهاء بتحقيق أعلى معدل توزيع وجبات تغذية مدرسية على مستوى العالم مما استحق حصول الشركة على درع موسوعة جينيس للأرقام القياسية حيث تم إنتاج وتوزيع 600 مليون وجبة مدرسية خلال العام الدراسي المنصرم 2021-2022. وأشاد الدكتور علي المصلحي وزير التموين بجودة وكفاءة منظومة التصنيع التي تمتلكها سايلو مصر في مراحل الإنتاج المتعددة. بأمانة وليس مبالغة يمثل هذا المشروع إضافة حقيقية للقدرات الصناعية والإنتاجية لجمهورية مصر العربية بالإضافة وهذا هام جدا أنه نموذج حقيقي يحتذى به لمفهوم تكامل الصناعة وكذلك الجودة والكفاءة والثلاث حاجات دول مهمين جدا. وإذا بصينا لمجمع سايلو فود هنجد أن زي ما جه في البرزنتيشن أو في الفيلم اللي شفناه إن القمح بيجي في الصوامع بتحافظ عليه على أعلى جودة. وساهمت سايلو مصر في تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الضغط على السلع محليا وهو ما جاء في كلمة اللواء أركان حرب تيمور موسى رئيس مجلس إدارة الشركة. تم تشغيل مصانع المرحلة الأولى بالطاقة القصوى والتي تضم مصانع المكرونة والمخبوزات والبسكويت ومطحن للقمح بطاقة إنتاجية 1600 طن يوميا وتم خلال العام السابق إنتاج 500,000 طن من المنتجات الغذائية دعمت منها وزارة التموين وبنك الطعام المصري بكمية 135,000 طن وطرح الباقي بالأسواق المحلية والإقليمية بإجمالي 365,000 طن. وفي سابقة هي الأولى من نوعها في العالم تم توزيع نحو 600,500,000 وجبة مدرسية خلال عام رقم سجل في موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية. صرح صناعي غذائي كبير شيد بتوجيهات من القيادة السياسية في زمن قياسي ليكون أحد دعائم السوق المحلي في ظل أزمات عالمية تعصف باقتصادات دول كبرى لتنعم مصر بالأمن الغذائي وتجني ثمار رؤيتها لمستقبل أفضل للمصريين. محمد شلآمي، التلفزيون المصري. وينضم إلينا هاتفيا دكتور محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي وعميد كلية التجارة بجامعة الزقازيق سابقا. دكتور محمد تحياتي لحضرتك. من خلال متابعة حضرتك طبعا ل افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات في محافظة المنوفية، كيف ترى أهمية هذه الخطوة في دعم الصناعة وفي دعم الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة؟ وكما تعلم حضرتك طبعا أن العالم كله الحقيقة يشهد تضخم كبير جدا، فكيف يحدث هذا الإنجاز الذي كان بالأمس توازنا في السوق بالنسبة للسلع وأيضا بالنسبة للأسعار؟ خلينا ننطلق من أن الأزمة حضرتك طالما قلت العالم يبقى هناك أزمة عالمية. هذه الأزمة العالمية تمست الغذاء والطاقة، وبالتالي في هذه الحالة هناك قامت مصر بالأمس بافتتاح أكبر مجمع صناعي موجود في منطقة الشرق الأوسط باعتباره هذا المجمع المتكامل ذات المراحل المتعددة بيعكس فلسفتين. الفلسفة الأولى وهو فلسفة الصناعات الغذائية الضرورية واللازمة وبخاصة أنها تمس
قطاع كبير جدا من طلابنا وتوفير المادة الغذائية لهم، وهذا في ضوء المواصفات القياسية الدولية والمعايير الصحية اللي موجودة. الجزئية الثانية الحقيقة اللي يعكسها وهو الاهتمام بالصناعة، وده في حد ذاته هو استراتيجية وطنية استهدفتها الدولة منذ بداية الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي هناك تركيز على الصناعة لعدة أسباب. السبب الأول إن الصناعة هي قاطرة التنمية، وهي المحفز الأساسي والدافع الأساسي للتنمية في أي مجتمع، لأنها تمثل قيمة مضافة وبتحول مواد المجتمع وموارده إلى منتجات صالحة للاستخدام. والأمر الثاني إنها قائمة على المعرفة وقائمة على تطوير تكنولوجيا، وهذا أيضا يؤدي إلى تطور في صناعة التعليم وتطور في النواحي الفنية. إذن هنا يقول لنا إن إحنا النهاردة هذا المجمع بيعكس أن هناك فلسفة للدولة المصرية الاهتمام بالصناعة. قد يكون البعض وذكر فخامة رئيس الأمس إن إحنا ما كناش متأخرين، لكن كان هناك تهيئة البنية التحتية في داخل الدولة المصرية للانطلاق في الصناعة، ولنا مؤشرات كثيرة جدا. عندنا استراتيجية التوطين الصناعي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المجمعات الصناعية، كل ده. الأمر الثاني واللي بيعكسه بقى إن هو هذا الأمر أخذ عدد كبير جدا من المعايير، وبالتالي استطاع أن يسجل أكبر ريكورد على مستوى العالم في هذا المجال. الجزئية الأخيرة والمهمة جدا، وهو أن هذا الأمر هو جاء في الدلتا، وهو بعيدا عن مناطق صناعية زي اسكندرية وزي القاهرة وفي مدينة السادات، وهي مدينة جديدة تعتبر من المدن الجديدة، وهذا يؤشر على أن المدن الجديدة هي مدن صناعية وليست مدن سكنية فقط. وهذا أمر يؤكد على حاجتين: البعد الأول وهو أن المدن الصناعية أقيمت لكي تستجد طاقات عمل وتوفر فرص عمل وأيضا سكان، وهذا يعالج المشكلة الأكبر في الدولة المصرية وهو التكدس السكاني في منطقة الدلتا والمناطق القديمة. كل ده بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا أن هناك رؤية تنموية في داخل الدولة المصرية بتسير بخطى ثابتة، وأنها تصل إلى مستهدفاتها حتى وإن كان هناك أزمات تواجه العالم بشكل مختلف أدت إلى التضخم وأدت إلى ارتفاع الأسعار. فهذا يؤكد على أن الدولة المصرية اليوم تعتمد على نفسها في توفير الغذاء وتوفير الصناعات للإحلال محل الواردات وإعطاء فرصة للصادرات، مما يزيد أو مما يقلل من الفجوة الاستيرادية، وبالتالي يزيد مكونات المجتمع. وهذا أيضا طالما أنا اهتميت بالصناعة في الدولة المصرية يبقى هذا يؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. طيب حينما نتوقف عند هذه النقطة اللي حضرتك ذكرتها يا دكتور محمد، لكن اسمح لي في البداية قبل ما ننتقل للنقطة اللي حضرتك ذكرتها أن هناك رسالة طمأنينة صدرت من القيادة السياسية للمواطنين بتوافر السلع الأساسية في الأسواق، وهذه رسالة مهمة جدا من القيادة السياسية في كل المنتجات أو في كل السلع الاستراتيجية الموجودة، وعلى يعني على أزمنة متباعدة 4 شهور و5 شهور و6 شهور. ولكن بعض بالفعل يا فندم، خلينا نتكلم بمنطق. نتكلم بمنطق وعقل. العالم مر بأزمتين، أزمة كورونا وبيمر والحرب الروسية الأوكرانية. وفي أزمة كورونا كان هناك آثار سلبية على عدم توافر المواد وقصور المواد. الدولة المصرية لم تتأثر وحققت هناك تنمية في هذا المجال. الأمر الثاني، النهاردة العالم بيمر بأزمة طاحنة في المجتمعات المتقدمة دول أوروبا وغيرها، وهي تعاني من تضخم وارتفاع أسعار. وبالتالي في هذه الحالة نحن أيضا جزء من هذا العالم، واقتصادنا جزء من هذا العالم يتأثر ويؤثر. إذن النقطة الأساسية في هذا المكون، هل هناك تأثر ارتفاع الأسعار؟ ارتفاع عالمي، انخفاض قوة الوحدة النقدية للدولة، ده متأثر بارتفاع الفائدة الأمريكية اللي قامت عمليته في العالم كله، والعملات الأوروبية وعملات الدول الكبيرة أيضا انخفضت أمام الدولار الأمريكي. يبقى هذا ثوابت يجب أن ننطلق منها. النقطة اللي سألتك ونسأل عليها بقى
وهو توافر الغذاء. هل هناك، هل المواطن المصري عندما ينزل الى السوق المصرية في اي مكان يجد السلعة او لا يجدها؟ هناك وجود للسلع متوفرة. ارتفاع الاسعار ده ظاهرة عالمية، ليست مرتبطة بمصر لوحدها. نعم. مرتبطة بكل دول العالم. نعم. لكن السلعة متوفرة. الامر الاهم من ذلك وهو ان الدولة المصرية تؤكد دائما على ان المخزون الاستراتيجي في السلع الاساسية متوافر بحد ادنى 4 إلى 6 شهور. نعم. وهذا امر بنسميه احنا وبنعلمه لولادنا في الكليات نقطة اعادة الطلب. بنعيد الطلب من امتى؟ احنا نقطة اعادة الطلب عندنا شهرين، فلما عندنا زيادة اكثر من 4 شهور زيادة على نقطة اعادة الطلب في هذه الحالة، معنى ذلك ان انا هنا متوافر الحد الادنى من المخزون والحد الاستراتيجي ايضا، وهذا يؤدي الى وفرة، وهذا يؤدي الى طمأنينة في داخل الدولة المصرية. نعم. الامر الاهم من ذلك ان هناك احنا بالنسبة لنا اللوجستيات عندنا الموانئ النهاردة تطورت، فاصبح هناك لا يوجد هناك أزمة موارد او أزمة مواني او أزمة عدم وجود اشياء. لكن اذا زاد على هذا الحد من التخزين هو ايضا يعد تكاليف رأس مال غير مستخدمة، وبالتالي لا يزيد ابدا هذا المعدل على 4 شهور. تمام. 4 إلى 6 شهور. تمام، بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ الدكتور محمد الشواطفي استاذ الاقتصاد، كنت معنا هاتفيا، بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، كنا معكم في هذا اللقاء من النيل مباشر، على وعد بلقاء اخر وحلقه جديده لكم من يوم الاسره، البرنامج اطيب وارق المنى، في امان الله.